يقول السائل: ما حكم تلقين القرآن جماعة للصغار أو لكبار السن على الطريقة المغربية بصوت واحد؟ على طريقة التعليم لا بأس بالقراءة الجماعية للطلاب لأجل تعليمهم الآية أو السورة، لأن كون المدرس يدرس كل واحد على حدة ويلقن كل واحد على حدة يشق عليه، فإذا كانت قراءتهم متحدة في سورة واحدة أو آيات واحدة فمن الأسهل أنه يلقنهم جميعا ويقرؤون جميعا لأجل التعلم.